تحاول بأن تضعها في مرمى المنتخب الإنجليزي، بأن تعلن بأن تونس قادرة، بأن تونس عائدة. يتقدم الآن فرجاني ساسي، فرجاني يتقدم بيلعب الكرة يا رب. أول كلام للعربي في المونديال باللهجة التونسية يعيشك يا فرجاني، مربوحة يا خضراء. نسور قرطاج، نسور قرطاج يحلقون الآن. ما ينحني ساسي، ما ينحني ساسي. هكذا يؤكد، هكذا يصادق، هكذا فرجاني يسجل. منتخب تونس الآن يتقدم بهدف. فرجاني يضع الكرة على يمين حارس المرمى. بيكفورد توقعها لكنها أصعب من التوقع. 1-0 لنسور قرطاج. أول كلام للعرب في المونديال كان باللهجة التونسية. أول هدف هم قبل 4